السيد الرئيس، السادة الحضور، مع السلام الوطن الفلسطيني. السلام الوطن المصري. تفضل سيدي، تفضل. فخامة الرئيس السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السادة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، السيد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، السيدات والسادة أعضاء الوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح الأكرم منا جميعاً إجلالاً وإكباراً لشهداء الشعب الفلسطيني المناضل، ولشهداء الشعب المصري الشقيق، وجيشه العظيم، وشرطته الباسلة، ولشهداء أمتنا العربية المجيدة الذين ارتقوا دفاعاً عن فلسطين الأرض والقضية، أدعو سيادتكم للوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي هذا المقام، وفي حضرة فخامة السيد الرئيس والسادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، نبرق بأحر تحيات المجتمعين إلى عوائل الشهداء الأبرار، ونعرب عن أصدق تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما ونبرق بأسمى آيات التقدير لأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات الصامدين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني الواحد الموحد في الوطن والشتات، وتحية خاصة لأهلنا المرابطين الصامدين في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة. والآن نطلب من السادة وسائل الإعلام مغادرة القاعة لنبدأ جلسة العمل المغلقة، ومن ثم نعاود دعوتكم للعودة إلى القاعة للاستماع إلى البيان الرئاسي الختامي الإجمالي الصادر عن الاجتماع. وشكراً للسادة وسائل الإعلام، برجاء التفضل بمغادرة القاعة. أتشرف بدعوة فخامة السيد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتفضل بافتتاح أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد على أرض جمهورية مصر العربية.